إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا من حجز 2551 قرص مهلوس، منه 2400 قرص من نوع بريغابالين، زائد 151 قرص نوع إكستازي، بالإضافة إلى مركبة نفعية نوع فولكسواغن كادي. العملية جاءت بناء على معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بنقل وحيازة مؤثرات عقلية على متن مركبة. بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري الدقيق، تم نصب كمين من قبل دورية لفصيلة الأمن والتدخل ليتم توقيف المشتبه به بإقليم بلدية متليلي. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الموقوف للعدالة، ولا يزال الشخص في حالة فرار.